المقابل نشوف أعزائي المشاهدين تغييرات جمال بالماضي الغريبة جدا والبعيدة تماما عن مدرب يلم بالتكتيك ويعرف التكتيك ويعني متمرد الكرة الحديثة. شوفوا تغييرات جمال بالماضي في الدقيقة 22، تأخرنا من الدقيقة 22، المنتخب الجزائري شفناه يعاني، شفناه يلعب خط وسط فارغ، خطوط متباعدة، الكرة باش تلحق نشوفوا محرز وبليلي يدخلوا إلى وسط الملعب باش يجيبوا الكرة. رغم ذلك بالماضي انتظر حتى انتهى زروقي بدنيا، انتهى بدنيا واستنزف بدنيا، واش يدير؟ يغيروا بمكان لاعب بلاعب بن دبكة زروقي، تغيير لا قيمة له في الكرة الحديثة. وشفنا بأن المنتخب الوطني بقى يلعب بتلك الطريقة، يعني هجوم منعزل يعني. ثم في الدقيقة 98 التغيير اللي كان ينبغي عليه أنه يقوم به مع بداية الشوط، وهو ونحن نتمناه قبل ما يستنزف عطار، عطار في الجهة اليمنى وطوبة يدخل في الجهة اليسرى. معليش دخلت بتشكيلة خاطئة، لكن كان عندك الوقت باش تصحح، لكن للأسف أعزائي المشاهدين نشوفوا بأنه طوبة يدخل مكان عطار ويتغير الكثير من الأمور. يعني صحح خطأ واحد في الدقيقة 98، دار توزيعة وسجل هدف، وللأسف ظلمنا الحكم وحرمنا من هدف، وفي الدقيقة الأخيرة نسجلوا الهدف. بالماضي كذلك التغيير اللي داروا في الدقيقة 109، شفنا بأنه بليلي مع بداية الشوطاني استنزف بدنيا ما قدرش يكمل، لكن رغم ذلك بقى يلعب يلعب يلعب، وشفنا بأنه غزال دخل في الدقيقة 109 في مكان بليلي، ودائما منصب بمنصب، يعني التغيير الثالث منصب بمنصب. يعني شوفوا تأخير التغييرات، شوفوا صعب وقتاش دار التغيير تاعو مع مرور المباراة، لكن بالماضي دار التغيير تاعو لما اللاعبين تاعو تعبوا. يعني تغييرات بالماضي اضطرارية ماهيش تغييرات تكتيكية، وهذا ما يدل على أنه بالماضي كان تائه تكتيكيا في المباراة وخلى المباراة تمشي كما تحب. يعني هنا تعرفوا بأن الهجوم تاعنا كان يلعب من دون منظومة ويعتمد على مجهودات اللاعبين الهجومية. من بعد نجو التغيير لأقصانا، يعني احنا لما تغلبنا على قصامة وتغلبنا على أخطاء قصامة الفاضحة والمجرمة ونقول بأنه ذبحنا، لكن تمكننا بأنه نتفوق على المنتخب. لكن بالماضي رفض ذلك وأبى إلا أن يذبحنا بسكين أحد من سكين قصامة ويدير لنا واحد التغيير لا قيمة له، يدخل بالفوضي مكان سيم في الدقيقة 20 والمنتخب الكاميروني يقضي لنا. والوقوف نتاع المنتخب الجزائري كان مضحك ومضحك ومضحك ومضحك، واللي يتحمل مسؤوليته لا قصامة ولا عمارة ولا الجمهور ولا أي واحد داخل في المنظومة الكروية، يتحمل فقط مدرب واقف على التماس ولا يستطيع أن يوجه لاعبيه ولا يستطيع أن يقتنع ويعرف بأنه الوقوف تاع لاعبيه مخطئ. أنا ما نتكلمش كثير، تقولوا لي راك حاقد على بالماضي، راك تتكلم على بالماضي. راني استضفت قبل يومين محلل محايد، هو أصل عراقي لكن عايش في السويد منذ تقريبا 25 سنة، تقريبا نقولوا أنه سويدي، شوف المباراة بعين مجردة وليكم ما قاله عن الخطأ الفادح جدا وشكون اللي يتحمل مسؤوليته، ونرجع لكم. وكان يستحق الحقيقة، يعني أنا تابعت مباراة الإياب للأمانة، الجزائر صنعت فرص كثيرة، لكن المشكلة أنا أعتقد نفسية كانت ضغوطات اللي كان يتعرض لها المدرب جمال بالماضي، خاصة من المشاهير والإعلام. يعني الأخطاء كانت باعتقادي هي تنظيمية، يعني لما سجل المنتخب الجزائري الهدف كادر تدريبي ومسؤولين وكادر فني، يعني خرجت الأمور من سيطرتهم، وشفنا هرج ومرج في الملعب ولاعبين يتساقطون بعد الهدف واللاعبين الدكة دخلوا الملعب. ولما الكاميرون، يعني الكاميرون كانت في قمة التركيز بعد الهدف، يعني شفنا رمية جانبية حصلت، لاعبي الجزائر كلهم كانوا تقريبا في منطقة الجزاء ورمية جانبية في وسط الملعب تقريبا، إلى أن الكاميرون لعبوا الرمية الجانبية، هناك انتبه لاعبي المنتخب الجزائري واندفعوا، لكن بعد فوات الأوان كان من المفروض أن هناك يكون سيطرة إدارية من قبل الكادر التدريبي، وكان المفروض أنه ما دام الرمية الجانبية ليست قريبة على منطقة الجزاء إذن ما يقدرون يلعبون رمية مباشرة إلى منطقة الجزاء، لابد أن يلعبها إلى لاعب وبعدين يلعب سنتر شوت في منطقة الجزاء. كان المفروض يندفعون بعض اللاعبين حتى يمنعون اللاعب اللي راح يستلم الرمية الجانبية من
انه يلعب كره طويله في داخل الجزائر، وحتى في داخل الجزائر كان هناك فوضى شامله، خلاص الجزائر سجلت احنا تاهلنا. كره القدم تنتهي بالصافره، وهذه اعتقد خطا المدرب والكادر التدريبي. كان لو هناك بعض من التنظيم البسيط كان تاهلت الجزائر كاس العالم وهارتلك مره اخرى. بعد ما سمعتوا بأذنيكم وشفتوا بعينيكم بالكلام تاع الأخ عمار من السويد، الكلام تاعه كان واضح على ما أعتقد. أي واحد محايد شاف المباراة يعرف شكون هو اللي كان سبب في الهدف هذا، هو جمال بالماضي وفقط. سابقت وتكلمت عن التغييرات، أن جمال بالماضي لا يقوم بأي تغيير، جمال بالماضي يعتمد على التشكيلة. كذلك هذا الشيء قمت به بعد مباراة الذهاب في مراكش. نخليكم تسمعوا واش قلت، لاني لست وليد اليوم، انا ما ننتظرش باش نسقط باش نجبد السكين، وانما حذرت من الاخطاء في وقتها المطبلين اللي مازالوا يطبلوا لانهم فارغين من الناحيه التكتيكيه، ما يقدرش يتكلم تكتيك، ما يقدرش يتكلم تكتيك، لذلك ما زال الى حد الان يطبل ويسب ويشتم كل من يحمل المسؤوليه تاع جمال بالماضي، رغم اني نقول ونعاود ونكرر جمال بالماضي هو اللي اقصانا، والمنتخب الجزائري لعب ضد الحكم وضد جمال بالماضي. ونعاود ونكرر انه قدرنا اننا نتفوق على اخطاء قسامه، لكن لم نستطع تجاوز اخطاء بالماضي وهي اللي اقصتنا في الدقيقه الاخيره. نشوفوا واش قلت قبل 6 اشهر او 7 اشهر عن التغييرات والبدلاء، وعلى ذلك شفنا هذه التغيير يقول بانه البدائيه جدا واللي تدل على انه جمال بالماضي كان تائه تكتيكيا. اسمعوها ونرجع لكم. سيدي ما نجم نقولوا انه بن رحمه يكون اساسي، ما نجم نقولوا انه دولور يكون اساسي، لكن على الاقل تصنع منهما لاعبين تقدر تعتمد عليهم وقت ما تحتاجهم. شفنا دولور وبن رحمه في مباراه زيمبابوي، قدم مباراه في القمه، مباراه ممتازه، كلكم تتذكروا التمريره اللي قدمها بن رحمه لمحرز والترويضه الممتازه في الدير والاروع من محرز، كلكم تتذكروا الهدف اللي سجلوا براسيه بعد توزيع حليميه. ادوا مباراه ممتازه جدا، كنا متفوقين في النتيجه، بعد ما خرجوا من اللقاء تعادلنا مع زيمبابوي مهمشين لا نعلم لماذا، لعبنا مباراة في أدغال إفريقيا في زيمبابوي على الساعة الثانية زوالا في درجة حرارة مرتفعة جدا في رطوبة مرتفعة جدا، اللاعبين ما لعبوش كثيرا في إفريقيا، رغم ذلك أداوا مباراة ممتازة جدا، في حين نشوفوا لاعبين يقدموا ولا شيء مع المنتخب الجزائري منذ زمن طويل، لكن يلعبوا أساسيين ويلعبوا أساسيين ويلعبوا أساسيين. سمحوا لي هذه الحدة، لكن حقيقة الآن أنت قدامك كأس إفريقيا، قدامك التزامات وكذلك استحقاقات مهمة جدا، يمكن أنك تحتاج بن رحمة. تخيل أنه أصيب بليلي، تخيل أنه أصيب بولجاح، شكون المعوض؟ من المعوض؟ ما عندكش معوض، ما عندكش معوض حقيقة، لأنك أنت لم تصنع، ليس لم تصنع معوض، بل لم تريد صنع معوض، جاتك أكثر من فرصة وآخرها مباراة جيبوتي، لكن فضلت أنك تلعبها ب 11 لاعبين أساسيين لتلعب بهم. نتمنى للأمانة أن نشوف فرصة لهؤلاء اللاعبين. إذن أعزائي المشاهدين، أراكم سمعتوا تماما واش قلت في السابق، يعني ما نتكلمش بالوقت الحالي وإنما تكلمت سابق في وقت ما كان الجميع غارق، ولا نقولوا غرقان بالأحرى، في التطبيل، في التزمير، في حساب السلسلة المشؤومة اللي كانت سبب في إغفال بالماضي عن أخطاء المنتخب الفاضية والفضيحة. وبالتالي وصلنا إلى هذا كأس إفريقيا، يعني خروج فظيع ويعني مشاركة مخزية، ومن بعد ما نتأهلش إلى كأس العالم. للأسف أعزائي المشاهدين، المنتخب الجزائري سبق له أن تأهل أمام أقوى منتخب في تاريخ الكرة الإفريقية اللي هو مصر، صاحب 3 بطولات إفريقية متتالية تحت حسن شحاتة مع مدرب سعدان وبمدربين متوسطين، تمكننا أننا نتأهل إلى كأس العالم رغم الظروف اللي أحاطت بنا في القاهرة. المنتخب الجزائري كذلك سنة 2014 ضد منتخب كان الأقوى في وقته هو بوركينا فاسو، سنة 2014 كان بوركينا فاسو هي الأقوى في قارة، فزنا رغم الحكم الظالم والجائر، يعني الظلم لا يختلف عن الظلم قسامة في مباراة بوليدا، رغم ذلك تأهلنا. لذلك الظروف، المنتخب المتواضع، نقول المتواضع الكاميروني هذا، يعني التحكيم ليس سبب باش نخرج بهذه الطريقة، ونقول أنه جمال بالماضي هو من يتحمل مسؤولية الخروج، جمال بالماضي هو من يتحمل نكسة كأس إفريقيا، ونقول حان الوقت لجمال بالماضي باش يسلم المشعل للغير. وجمال بالماضي لم يعد قادرا على تدريب المنتخب الجزائري، جمال بالماضي لم يعد قادرا على تقديم الأفضل للمنتخب الجزائري، واللي يقول
شكون اللي راح يدير لنا واش درنا بالماضي؟ يا اخي جمال بالماضي دار سنه 2019، لكن اللي راح يديروا الان جمال بالماضي مع المنتخب الوطني يديروا اي مدرب الان المنتخب الحالي اخر موسمين، اي مدرب يجي يدرب المنتخب الجزائري يدير افضل منه. وما تقولوناش ماجر، لانه التدريب ما كاش ماجر بالماضي فقط، وانا حسب رايي ماجر لا يدخل اصلا في قاموس المدربين، حتى نبقى كل مره نقارن بناجر بماجر. نتكلموا عن مدرب محترم من الناحيه التكتيكيه. اعزائي المشاهدين، كان هذا آخر فيديو نتكلم فيه عن أخطاء جمال بالماضي في اللقاء، على الأقل يعني في كفيديو يعني كما نقولوا مجهز. أما في اللايف إذا حبيت تتكلموا أكيد نرد عليكم، لكن لن أتطرق للأمر يعني بأمر من عندي. أتمنى أنكم تكونوا قضيتوا معايا وقت ممتع، رغم أنه الفيديو طويل جدا جدا، ممكن أني راح نقسمه على يعني جزئين، لكن أحبتي أرجوكم من يناقضني أو من يعني متفق معايا يرد عليا بطريقة رياضية بطريقة محترمة. ففي الأول والأخير كلنا إخوة، رغم شفتوا تكلمت لكم بأدلة من كلام سابق، بأدلة من محلل مش حتى جزائري محايد، وكذلك من مجريات اللقاء. أحبتي شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صح أصحابكم.